عقد كامل من الزمان استغرقته المعركة الثقافية التي أشعلها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بصدور كتابه في الشعر الجاهلي، والتي انطلقت مع العام 1926 لتمتد أثارها إلى عموم الدول العربية والإسلامية. عاصفة كبيرة تلك التي أثارها الكتاب، حيث انقسمت الحياة الثقافية بين مؤيد انحاز لأفكار طه حسين ورأى فيها جرأة لازمة، ومعارض رأى فيها خروجا على ثوابت الأمة والدين. بمنهج ديكارتي ملؤه الشك، جاءت فصول كتاب طه حسين زاخرة بأفكار ونصوص كان لها وقعها الحاد على مسامع الحياة الثقافية يومئذ، حيث شكك بداية في صحة الشعر الجاهلي، ورأى أنه موضوع انتحله المسلمون بعد الفتح ونسبوه للشعراء الجاهليين لأسباب دينية أو سياسية أو قبلية. اتخذت المعركة طابعا حزبيا وأيديولوجيا، فانبرت صحف الوفد للطعن في الكتاب وصاحبه، وكان على رأسها جريدة كوكب الشرق، وعلى الناحية الأخرى كانت جريدة السياسة الأسبوعية التي تعتبر لسان حزب الأحرار الدستوريين لتدافع عن طه حسين كونه واحدا من مفكري الحزب وأبنائه النجباء. الحزب الكبير في ذلك الحين هو حزب الوفد، وقف ضده، وزعيم الحزب سعد باشا زغلول قائد الثورة كان في ذلك الحين رئيسا للبرلمان، فلم يرضى عن تحصين ولم يرضى عن كتابي. لم يرضى الزعيم الوفدي سعد زغلول ولا حزبه عن الكتاب، ولكنه سلك موقفا انتصر لحرية الرأي والتعبير فيه، حيث طلب من نائب حزبه الوفدي عبد الحميد أفندي البنان سحب الاستجواب، غير أن النائب أجاب بالرفض، مما جعل سعد زغلول يهدد بالاستقالة من رئاسة البرلمان وسحب وزراء حزب الوفد من حكومة عدل يكن، وهو الأمر الذي جعل البنان يرضخ ويلين ثم يقوم بسحب استجوابه. عشرات الكتب ومئات المقالات والدراسات خرجت للرد على ما جاء في الكتاب، واندفع البعض نحو أروقة المحاكم طلبا للتحقيق مع الكاتب بشأن ما جاء في كتابه، وقد نجحت تلك المعارك في سحب الكتاب من الأسواق. بعد ذلك قدمت مذكرات كثيرة جدا من صحفيين وأساتذة في المدارس وأساتذة في الجامعة، فأحدث بالفعل ضجة هائلة جدا، وأحدث ثورة فكرية ومنهجية. الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الكتاب هي فكرة عدم الاعتراف بصحة كل النصوص التي جاءت إلينا من العصر الجاهلي، وأن بعض هذه النصوص مشكوك في صحتها، بل ربما مشكوك في وجود الشعراء الذين أبدعوا هذه القصائد تحديدا. منهج طه حسين كله منذ أول سطر إلى آخر سطر يجيب عن أسئلة ثلاثة: من العرب في التاريخ؟ ما تاريخهم؟ ما تاريخ لغتهم؟ ولما جاء ووضع هذا الكتاب ركز على امرئ القيس أشعر شعراء ما قبل الإسلام الجاهلي، وقال: ومن أدرانا إن امرئ القيس يكون موجود وجود تاريخي؟ وهذا البحث ينتهي بنا إلى أن أكثر هذا الشعر الذي يضاف لامرئ القيس ليس من امرئ القيس في شيء، وإنما هو محمول عليه حملا ومختلق عليه اختلاقا، حمل بعضه العرب أنفسهم، وحمل بعضه الآخر الرواة الذين دونوا الشعر في القرن الثاني للهجرة. من هذا المنطلق وجد طه حسين أن بعض الشعراء مثل امرئ القيس ومثل عمرو بن كلثوم ومثل طرف بن العبد وغيرهم من الشعراء، إما أنهم كانوا أشخاصا لا وجود لهم،
وإما أن الشعر المنسوب إليهم لم يكن صحيحا بالمرة. ليس من المعقول أنني كلما طقت في دماغي فكرة أقولها كده هكذا وأدعي أنها فكرة علمية، لابد أن تكون هناك أسباب تحملني على هذا. ما الذي جعله أشك في امرئ القيس؟ لا يوجد سبب، يطرح في دماغه كده يقول هل؟ ما الدليل؟ دعم دكتور طه حسين تشكيكه في صحة الشعر الجاهلي بإثارة مسألة لغة التدوين، حيث تساءل كيف أن التدوين كان باللغة العربية الفصحى وهي لغة القرآن بالرغم من تعدد اللهجات بشبه الجزيرة العربية، وهو أمر لم ير له تفسيرا غير أن جمع الشعر الجاهلي وكتابته تم بيد المسلمين. فإذا صح هذا كله كان من المعقول جدا أن تكون لكل قبيلة من هذه القبائل العدنانية لغتها ولهجتها ومذهبها في الكلام، وأن يظهر اختلاف اللغات وتباين اللهجات في شعر هذه القبائل الذي قيل قبل أن يفرض القرآن على العرب لغة واحدة ولهجات متقاربة. إذا كنا نقول إن القرآن الكريم قد قرئ بسبعة أحرف وأن العرب لم يستطيعوا أن يقرأوا القرآن الكريم بلهجة واحدة، فما بالنا نجد الشعر الجاهلي كله في مجمله بلغة واحدة؟ لماذا لم تظهر هذه اللهجات في الشعر الجاهلي كما ظهرت في القرآن الكريم؟ معروف أن اللهجات العامية كثيرة، يعني ليست هناك لهجة مصرية ولهجة سعودية ولهجة يمنية فقط إلى آخره، بل في داخل كل بلد، بل في داخل المدينة الواحدة لهجات. فهذه اللهجات على كثرتها لا تظهر عادة في الأدب وفي الأدب العربي القديم. الأدب العربي القديم يكتب باللغة الفصحى. لابد أن نعترف أن ما قاله طه حسين في هذه النقطة صحيح، بمعنى أنه لم يكن الشعر الجاهلي مدونا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى جمع القرآن لم يكن مدونا. فلما أرادوا أن يدونوا الشعر الجاهلي بعد الإسلام بفترة كان الذي يروي هو العربي المسلم، فروى القصيدة بلهجته. هناك لغة عليا لكتابة الشعر أو لغة أدبية ونمذجة عليا للكتابة يتفق عليها الجميع، فقد تختلف اللهجات ولكن عند الكتابة الأدبية العليا هناك لغة مصفاة يكتب الشعراء بناء على منهجها. في فصل له بمجلة الجمعية الآسيوية الملكية عام 1904 ادعى المستشرق كليمن هاور أن شعر أمية بن الصلت يشبه القرآن في كثير من تجلياته، ويحتوي كما القرآن شيئا من سير الأولين مثل صالح وثمود والناقة والصيحة. ولكن في شعر أمية بن الصلت أخبارا وردت في القرآن كأخبار ثمود وصالح والناقة والصيحة. ويرى الأستاذ هوار أن ورود هذه الأخبار في شعر أمية مخالفة بعض المخالفة لما جاء في القرآن، دليل على صحة هذا الشعر من جهة، وعلى أن النبي قد استقى منه أخباره من جهة أخرى. من الواضح من صياغة العبارة أن المسألة تنحصر بين أمية ومحمد وليس بين أمية والوحي. ومن هنا وجدنا الأستاذ مصطفى صادق الرفعي يقول إن طه حسين يتهم النبي من طرف خفي بأنه قد أتى بالقرآن من عنده. لا لا، قضية أمية ابن أبي الصلت ورد في شعره كلمة الله مرات كثيرة جدا في الجاهلية. العلماء وجدوا في أشعاره ورود كلمة الله مرات ومرات. طيب، هو شبه الجزيرة العربية قبل نزول الإسلام كانت ممتلئة باليهود والمسيحيين، فكلمة الله معروفة وكلمة صلاح معروفة، فهذه ليست قضية على الإطلاق. حينما يقول الدكتور طه حسين إن أمية بن أبي الصلت من الممكن أن يكون هو الذي أخذ عن النبي محمد، بمعنى أن القرآن ليس من عند النبي محمد وإنما هو موحى على النبي محمد وتأثر به أمية بن أبي الصلت، وهذا رد باهر من وجهة نظري على أن القرآن هو الذي أثر في العرب وأخذوا منه، وليس القرآن هو الذي تأثر منهم وأخذ منهم.
مرآة الحياة الجاهلية يجب أن تلتمس في القرآن لا في الشعر الجاهلي، ذلك أني لا أنكر الحياة الجاهلية، وإنما أنكر أن يمثلها هذا الشعر الذي يسمونه الشعر الجاهلي. فإذا أردت أن أدرس الحياة الجاهلية فلست أسلك إليها طريق امرئ القيس والنابغة والأعشى، وإنما أسلك إليها طريقا أخرى وأدرسها في نص لا سبيل إلى الشك في صحته، أدرسها في القرآن، فالقرآن أصدق مرآة للعصر الجاهلي. تعرض الدكتور طه حسين بالشك في قصة الوجود التاريخي للأنبياء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما رمى بسهام شكه أيضا في قصة هجرة إسماعيل عليه السلام إلى مكة ونشوء العرب المستعربة بها، وربما تكون تلك النقطة تحديدا هي أبرز الإشكاليات الجدلية التي وردت بالكتاب. للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها. كذب طه حسين حديث القرآن الكريم عن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما صلوات الله وسلامه، واعتبر أن حديث القرآن الكريم عنهما ليس دليلاً كافياً على وجودهما بالفعل، بل زيد عن ذلك أنه قال أن القرآن الكريم قد لفق هذه الأسطورة وقد استغلها، وطبعاً هذا كلام غير مقبول في حق القرآن الكريم وفي حق الله عز وجل. كل ما ورد في القرآن الكريم من آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل ويوسف ويونس كلها أسماء أعلام لأنبياء ورسل وردوا في التوراة. فالدكتور طه حسين بيقول أنا أريد شاهد تاريخي، سند تاريخي، فأفتش عن هذه الأشياء المطمئنة للعالم وللباحث وأتأمل. أرى الدكتور طه حسين أيضا في كتابه أن الإسلام أراد أن ينتسب إلى إبراهيم وأن يظهر وكأنه الدين الذي يجدد ديانة إبراهيم القديم. بالمناسبة الرد بسيط، أن الإسلام لم يربط نفسه بإبراهيم فقط، بل قال إن دينه هو الدين الذي نزل على كل الأنبياء بما فيهم موسى وعيسى وآدم ونوح وما إلى ذلك، بل إن إبراهيم لم يتكرر اسمه في القرآن كتكرر اسم أسماء بعض الأنبياء الآخرين. ثم أين الدليل على هذا؟ أنت الآن تطرح مقولة، فإذا لم يكن عندك دليل فهذا كلام سائب يعني مرسل. لم نجد لهذا الكتاب محملا في الخير، وما كان لنا أن نظن به خيرا، فما ترك للعرب فضيلة إلا وتهكم منها وازدراها واحتقرها، وما ترك شخصا ولا موقفا إلا شابه وعابه، حتى شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ما قاله الدكتور طه حسين عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام حتى من ناحية اللياقة، دعنا من الدين ومن العقيدة، من ناحية اللياقة يقول لأمر ما الله اختاره على عينه وصنعه على عينه، فكان ينبغي أن لا يقول هذه العبارة حتى لو لم يكن يهتم بأمر النبي، كان ينبغي أن يعرف أن المسلمين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره وفضله على العالمين. اتهم البعض طه حسين بأنه مجرد مردد لأفكار المستشرقين ومروج لها، وأن تلك الأفكار الواردة في كتابه إنما هي بنصها مع قليل من التحوير أفكار المستشرق الإنجليزي ديفيد سامويل مارغوليث التي نشرها في مقالة له بمجلة الجمعية الأسيوية الملكية. على الإطلاق أنا رجعت إلى مقال مارغوليث لم يبعد خطوة واحدة أبعد من ابن سلام الجمحي من 1300 سنة، من 1300 سنة ابن سلام الجمحي قال هذا القول الذي قاله مارغوليوس والذي رددته حسين. فالقضية قديمة وهي قضية عربية وموجودة في طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي. فكرة
أن طه حسين سرق من مارجليوس فكرة مضحكة، لأن مارجليوس أخذ عن أصول فرنسية قرأها طه حسين وقرأتها له زوجته، حتى أن مارجليوس يعد ناقلا لبعض المفاهيم الأوروبية الفرنسية إلى نظريته التي أخذ بها طه حسين. وأياً ما يكون الأمر، فقد قامت جريدة الأهرام القاهرية في صفحتها الأدبية من عدد الجمعة 27 نوفمبر 1986 بنشر مقالة مترجمة لمارجليوس برأ فيها ساحة طه حسين من السرقة، وأعلن أن ما جاء به طه حسين هو من بنات أفكاره. حبرت عشرات الكتب في نقد كتابي في الشعر الجاهلي والرد عليه، فضلاً عن عدد هائل من المقالات والدراسات النقدية والبحوث الأكاديمية والندوات الثقافية. من بين هذه الكتب التي ظهرت عند ظهور كتابه تحت راية القرآن، وهو الكتاب الأول عميدهم جميعاً، يعني مصطفى صادق الرافعي، الشهاب الراصد محمد لطفي جمعة، نقد مطاعم في الشعر الجاهلي للشيخ محمد عرفة، نقد كتاب في الشعر الجاهلي محمد الخضر حسين، ونقد كتاب في الشعر الجاهلي محمد فريد وجدي، والنقد التحليلي لكتاب في الشعر الجاهلي لمحمد أحمد الغمراوي. خلاصة التقارير الواسعة جداً التي كتبت خاصة من شيوخ الأزهر، قالوا ما مفاده إن كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين مليء بالزندقة والإلحاد، وهو دليل على مروق مؤلفه، وأنه يعمد إلى أن يهدم معلوما من الدين بالضرورة، وإن طه حسين في هذا الكتاب قد تورط في الطعن على الكتاب والسنة وقراءات القرآن المختلفة. ارتفعت الأصوات المطالبة بمحاكمة الدكتور طه حسين، وهب علماء الأزهر ليطالبوا الدولة باتخاذ موقف إزاء ما احتواه الكتاب من أفكار ونصوص صادمة لمشاعر المسلمين في كل مكان. يوم 5 يونيو سنة 1926 أرسل شيخ الأزهر في ذلك الوقت خطابا إلى النائب العمومي، ومعه مذكرة تتضمن آراء علماء الأزهر الشريف في الاعتراض على هذا الكتاب، وهذه النصوص بالذات هي كانت السبب في تقديم طه حسين للمحاكمة، وأنه يمثل أمام النائب العمومي محمد نور. مثل الدكتور طه حسين أمام القاضي محمد بيك نور رئيس نيابة مصر للتحقيق معه. الاتهام الأولاني إنك أهنت الدين الإسلامي، وإن أنت شككت في نسب إسماعيل وإبراهيم وفي وجود إبراهيم وإسماعيل الوجود التاريخي، وهقول إنه قال ليس للإسلام أولية في بلاد العرب وإنه ما كانش دين إبراهيم. طه حسين نوقش في هذه الاتهامات ورد عليها مفترضا إن دي مجرد فرضيات علمية هو افترضها لخدمة البحث على المستوى العلمي، لكن هو على المستوى الإنساني لا، هو يؤمن بأن ما جاء به القرآن كلام صحيح ولا يشوبه أي شائب. كانت ردود النائب العام على طه حسين في مذكرة التحقيق مفصلة تهمة بعد الأخرى. أذكر أنه محمد نور كان عنيفاً في الرد على طه حسين، وأنه قال بالحرف الواحد أنه صدم الأمة الإسلامية في أعز ما لديها، وقال أيضاً كلمة تعتبر قاسية في حق طه حسين، قال أنه أساء ولوث نفسه بالخوض في هذه الجزئية. الاتهام المتعلق بإنكار كون ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام ديانة أولية سبقت الإسلام، قال محمد نور أنه أيضاً ما فيش اتهام موجه لطه حسين في هذا الأمر، لكن أيضاً عاب محمد نور سوء التعبير وسوء العرض في هذه المسألة. فأصدر محمد بيك نور التحقيق بتاعه وقال فيه بالنص كده، يعني إن هذا الأستاذ الجليل باحث وعالم ويفتش في التاريخ المروي والمدون عن سند تاريخي وثيقة أو كتابة
أو مرويات تاريخية لوجود ما يبحث عنه. طه حسين كانت المحكمة متعاطفة معه إلى أبعد حد، حتى إن التقرير اللي كتبه القاضي محمد نور منتهى التناقض، يقول الجملة وضدها، يثبت التهمة ثم يقول لم يقصد، ثم بعد ذلك يبرئه. للأمانة إن محمد بيك نور كان يعامل الأستاذ الدكتور طه حسين بكل الجلال والاحترام، لكن كان هو محاصر، فكان لابد أن يشد في بعض المواضع، لكن يعنينا في النهاية الحكم المجيد الذي نفخر به ويفخر به القضاء المصري. لم تنتهي المعركة بانتهاء التحقيق مع الدكتور طه حسين وتبرئة ساحته من الاتهامات التي نسبت إليه، كما لم تنتهي بسحب الكتاب من الأسواق وإعادة طباعته مرة أخرى تحت مسمى جديد وبإجراء بعض التعديلات فيه، ولكنها بقيت حاضرة وبقوة على خريطة الفكر العربي وإلى يومنا هذا. طه حسين أراد بهذا الكتاب أن يجعل العقل العربي يفيق مما هو فيه، ولذلك نقول إن الشك ليس كفرا، ليس خروجا على الملة، ولكن نقول إن الشك طريق سلم نستطيع أن نصعد به إلى الحقيقة. الكتاب لو كان قد خلى من الإساءة إلى الإسلام وإلى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أحد قد أبهى به، ودكتور طه حسين للأسف سرع وتعسف في كلامه فأساء أكثر مما أحسن. كتاب في الشعر الجاهلي هو أهم كتاب أصدرته المطبعة باللغة العربية في العصور الحديثة، لأنه هو الكتاب الذي وضع أصول المنهج العلمي الحديث في دراسة اللغة والأدب. الكتاب في النهاية توصل إلى نتيجة، أو هو أثبت الفرضية إنه الحياة الجاهلية إنما تفهم من القرآن الكريم، لأنه نص قاطع لا شك فيه. طموح أي باحث جاد أن يجعل الأدب مثل العلوم في المنهجية، ولكن هل يتحقق هذا الطموح أم لا يتحقق؟ تلك هي القضية، ولكن يظل الطموح مشروعاً، وإذا لم يوجد هذا الطموح فتأكد أن الأدب سيخسر الكثير.